حسن البذور على الحيمان على الحميد ود علي المحافظ انا ورسم العلي شيخ المراشدي. نعم تخدم بالاثار؟ ايه قال انت شيخ عليك من رشاب تحمل الاثار من بن رشاب ورسم العلي يحمل اثار من المراشده وحميناها فعلا حميناها. نعم 30 سنه خدمتي. 30 سنه خدمتي بالاثار. نعم وانا احب الوطن. نعم شو كان طبيعه خدمتك بالاثار؟ والله خدمت بالمطر نمشي بالحر نمشي ناخذ لنا ويانا عندنا خيمه بانينها بالحار وجاعدين. نعم. ونخبز غاد نسوي خبز وناكل ونخدر شاي. نعم. يعني شفنا معاناة ما صايرة. أبرز المواقف اللي مريت بيها. المواقف اللي مريت بيها الحراس هددتهم هاي الناس تحفر وشردت بس أنا ما شردت. نعم. قلت أنا ما أخاف بس من الله ما أخاف من بشر. نعم. بس من رب العاملين أخاف. نعم أنت شلون تحرسها عندك بندقية لو شون؟ عندي بندقية حرسها ومسدس. نعم أيوة حرسها. نعم بيا منطقة هاي؟ منطقة بزيخ. وين هاي؟ بديرة بن رشاب. بالرفاعي. نعم وانا اخدم حارس بالحراس. كم موقع هناك؟ موقع عندنا يوخا وعندنا ام العجارب وعندنا شميت وعندنا بزيخ وعندنا تل المراشده هواي تلول من يا ساعه يا ساعه وتل الخيته يعني احنا نداوم من الصبح البات الثاني يوم الصبح واكو ناس هم تبدلنا حراس ويانا. كم واحد وياك؟ ويانا 10 حراس. نعم اي انت تحب مهنتك هاي؟ احبها والله وانا هسه رئيس حراس خلوني. شنو ليش تحب المهنه هاي؟ يعني احبها ارض مفتوحه وارض صحراء حلوه واحب الوطن واحب العراق. نعم هم حافظت على اثار استطاعوا يعني بعض الاثار حافظنا والله. نعم وطلعت هيئه من بغداد واشتغلت ببزيخ وقالت تفتش الناس تطلع. نعم ونفتشها. نعم ولا نلقى اثار ناخذها ونطي للمدير. نعم تعرضت هاي المناطق الى تجاوزات؟ تعرضت هواي. منين؟ تعرضت من ناس ما نعرفها. نعم. بس انا التل مالي هسه حتى زور مخضر عليه ما 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 صار عليه تجاوز ذو. نعم. والوزير الله يرحمه ودالي شكر على حمايتي له وعلى الحرص مالي. نعم. بالك امي وبت درست وهسه تعينت هم بالاثر. نعم. مريم حسن قالوا لها ما طول ابوك محافظ على اثر رايح نعينك. يعني بالوراثه صار. اي والله. واحد يورث الثاني. اي والله ابو اخت ابوك. نعم. ايه.